قلبي تتجدد بالآمال في حبك جئت يا ربي أترك دمعا وأنا شوقا يزداد بقلبي تتجدد بالآمال قلبي يزداد حنينا يوم الجمعة والظهر نور يزداد يقينا وعطور في الأجوار قلبي يزداد حنينا في حبك جئت يا ربي أذرف دمعا وأنا شوقا يزداد بقلبي تتجدد بالآمال حبك جئت يا ربي أذرف دمعا وأنا شوقا يزداد بقلبي تتجدد بالآمال قلبي يزداد حنينا يوم الجمعة والظهر نور يزداد يقينا وعطور في الأجوار قلبي يزداد حنينا
جزء من الشعب البرمي. المسلمون في دولة برما أو ميانمار تسمى هكذا وهكذا. هذه الدولة إخواني الكرام أخواتي الكريمات تشكل فيها المسلمين 20%، ولكن هم أقلية. تتواجدوا في واحد الولاية تسمى أراكان، يعني كما قلت في شرق آسيا. تذكر المصادر التاريخية الصحيحة أن الإسلام دخل هذا الإقليم أراكان منذ عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمة الله عليه في القرن الثاني الميلادي عن طريق تجار العرب المسلمين الذين وصلوا إلى هناك واستقروا بعض الوقت واستطاعوا. سمعوا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، لأننا لا بد من هذا الصدد التاريخي ثم نعود إلى المعاناة ونعود إلى الابتلاءات ثم نتحدث عن الحلول إن سمح الوقت، وإلا نؤجلها إلى الأسبوع المقبل بإذن الله. إذا وصل الإسلام إلى هذه الدولة وإلى هذه المنطقة عبر التجار من العرب ومن المسلمين، واستطاعوا بأخلاقهم الإسلامية، سمعوا إخواني الكرام، السمحاء وسلوكهم الحضاري والإنساني الراقي أن يؤثروا في السكان المحليين وأن يدخلهم في الإسلام شيئا فشيئا حتى تكونت دولة إسلامية كبيرة استطاعت أن تستمر لأكثر من 3 قرون ونصف، ما يقارب 4 قرون، بلا سلاح، بلا قوة، بلا حرب، بلا إزهاق دماء، بلا أي شيء، بإخلاق المسلمين والسلوك ديالهم الحضاري، لأن المسلمين دائما سلوكهم حضاري وهم أهل الحضارة. وكذلك السلوك الإنساني، راه الإنسان مسلم راك إنسان، وتراعي أخوك أو تراعي أخاك في الإسلام وتحفظ له حقوقه. إذا دخلوا أهل هذه الدولة وأهل هذه الولاية دخلوا الإسلام، ومكث الإسلام كدولة مستقلة ما يقارب 4 قرون. ولقد عرفت هذه الدولة ازدهارا ثقافيا وحضاريا لم تعهد المنطقة من قبل. ما عمر ديك المنطقة عرفت هذا الازدهار الثقافي والحضاري إلا بعد أن دخلها الإسلام. إذا من خلال هذا الصف التاريخي تتبين لنا هي الأعمال ديال المسلمين وشنو هي الأخلاق ديال المسلمين وما هو العمل الذي يقوم به المسلمون عندما يدخلون إلى دولة ما أو إلى منطقة ما أو إلى ولاية ما. حتى كان عندهم ذاك الوقت كان عندهم واحد العمدة من الفضة مكتوب عليها لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا تداول على حكم هذه الدولة في 40 ملكا مسلما إلى أن أسقطها الهوديون سنة 1984 ميلادية، حيث احتلها الملك المنزع ساعتها الذي يسمى بوناداي، وقام بضم الإقليم إلى بورما خوفا من زيادة انتشار الإسلام في المنطقة. يواثرها هذا الاضطهاد، ها ضيق الأفق الثقافي والأفق النفسي والأفق الأخلاقي والفكري. إذا ضاقوا خوفا من ماذا؟ من زيادة انتشار الإسلام. ولقد أمعن في الفطر هذه المسلمين حيث أجبر عددا كبيرا منهم على مغادرة الإقليم وصادر ممتلكاتهم وأراضيهم، وقام بهدم كل شيء شك فيه أو ظن أنه ينتمي إلى الإسلام من مدارس ومساجد ومكتبات ومآثر تاريخية إلى غير ذلك. في سنة 1824 احتلت بريطانيا الإقليم بأكمله، احتلت الدولة كلها بما فيها الإقليم ديال المسلمين، وعملت على إضعاف مكانة المسلمين فيه، وفي المقابل عملت على دعم وتقوية مكانة البوذيين في كل المجالات. كما أن بريطانيا قامت بضم بورما إلى حكومة الهند البريطانية التي كانت تدفع
الاستعمارية واستمر هذا الوضع حوالي 100 سنة، جعلت بريطانيا من بورما وإقليم أراكان مستعمرة مستقلة عن حكومة الهند البريطانية الاستعمارية، وعرفت آنذاك باسم بورما البريطانية. ماذا وقع؟ واجه المسلمون الاستعمار الجديد، لأن اللي غيتصدى المحنة واللي غيضحي بنفسه وماله كما فعل المسلمون في كل بقاع الأرض. وإذا قرأنا التاريخ الإسلامي أو تاريخ المسلمين أو تاريخ المغاربة، إحنا كم من معارك بطولية، كم معركة أنوار ومعركة السلاطة ومعركة واد المخازن ومعارك جدة ومعركة حقين في فلسطين إلى غير ذلك الذي ساهم فيها المغاربة، ساهم فيها المسلمون، وكان النصر حليف المسلمين. نعم، إذا من الذي يواجه الاستعمار الإنجليزي ساعتها؟ إنه أهل الإيمان وأهل التوحيد، أهل أراكان المسلمون ساعتها. بقوة مما جعل بريطانيا تخشاهم، خافت، أن الله سبحانه وتعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ويقول أيضا: وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. إذا بريطانيا فبدأت على تاريخ تخلص من نفوذ المسلمين بإدخال الفرقة بالديانات المختلفة في هذا البلد لتشتيت وحدته وإيقاع العداوة بينهم كعادتها في سياستها المعروفة: فرق تسد، فرق تسد. فأشعلت حروب بين المسلمين والبوذيين، وتمثلت تلك المؤامرة في عدة مظاهر أساءت بها بريطانيا إلى المسلمين أيما إساءتها. أولا، طرد المسلمين من وظائفهم. اسمعوا أخواني الكرام، أخواتي الكلمات، ونتأملوا أيضا لأن بعض الأفكار التي تدفعها بعض المسلمين لتقوموا بعمل غير حضاري مثلا راه ليس من شيمنا. ها هما، هذا التاريخ ينطق على واحد الدولة كما قلت في شرق آسيا، بمعنى أننا نحن أولى بهذه الحضارة من هؤلاء. إذا انظروا إلى المملكة المتحدة، إلى بريطانيا ساعتها ماذا فعلت؟ أولاً طرد المسلمين من وظائفهم وإحلال البوذيين مكانهم. لمدة مسلم مضطر تطرد وتعوضه بوذي مشرك. ثانياً مصادرة أملاكهم وتوزيعها على البوذيين. عندك دار مثلاً اللي عندك، عندك ضيعة، عندك أشجار، عندك مال، عندك محل تجارة، تصادر هذه الأموال وتعطى للبوذيين. أززت من المسلمين وخاصة قادتهم في السجون أو نفيهم إلى الخارج. القادة والزعماء من أجلهم، العلماء وغيرهم المفكرين، يسجنون أو يهجرون. رابعا، تحرير البوذيين ضد المسلمين ومد البوذيين بالسلاح، حتى أوقعوا بالمسلمين مذبحة عام 1542 راح ضحيتها 100,000 مسلم. أعطوه السلاح وبقل العزل من السلاح وغلبوهم على هؤلاء وساعدوهم على المسلمين تقتلوا 100,000. مش يكون عدد الناس قليل، مش يكون عدد الناس قليل، 100,000 راه بمثابة الآن مليون مسلم. نعم، إذا درتي النسبة راه بمثابة مليون مسلم أو أكثر. خامسا، إغلاق المعاهد والمدارس والمحاكم الشرعية ونسبها من تفجيرات. نعم، أما التطهير على القيم الديني والإبادة الجماعية فهي لم تنقطع منذ ذلك الوقت إلى الآن. يعني التطهير على القيم القتل والدمع والنفي والاغتصاب لم ينتهي منذ ذلك الوقت إلى الآن. نعم، لم ينتهي إلى الآن. مولس على المسلمين هناك من قبل الاستعمار الياباني الذي مكث 3 سنوات. الاستعمار الياباني ايضا لما استعمر هذه الدوله مولس على المسلمين من 1942 حتى 1945، قتلوا واحرقوا 307 من قرى المسلمين. 307 ديال القرى، ما معنى تفريقها؟ حاله في حرب، لا قدر الله، كيعطي مثال حرقوا بوفكال وحرقوا فرعون وحرقوا سميتو وجه جديده وحرقوا مهايا، لا، 1907، بمعنى الالاف
عليه من المسلمون من قبل النظام الضميت إلغام الجنسية. ده باش نمسي عليه منذ سنين وإلى الآن إلغام الجنسية للمسلمين. أول سعد في الاضطهاد والسجن ثم بالاعتراف بيان الأمم المتحدة. أول سعد في الاضطهاد مرفع للاضطهاد ويمنع من حقوقه هو الشعب المسلم في بورما. حرمان المسلمين من حرية السفر والتنقل داخل البلد وخارجه ممنوع السفر إلا بإذن. اعتقال المسلمين وتحديدهم في المعتقدات بدون محاكمة إجبار المسلمين على القيام بأعمال شاقة دون أجر. تزيين المسلمين وتشريدهم وتوظيف الكوميين محله أو مكانه. مصادرة أوقات المسلمين وأراضيهم لفائدة الكوميين. مهد أموال المسلمين ومنعهم من الاشتراك أو التصدير أو ممارسة الأعمال التجارية. أبواب وظائف حكومية مسدودة أمام المسلمين. وأجبر على الاستقالة كل مصدق له أن يطلب أجبر على الاستقالة. لا يسمح لأبنائهم بالتعليم وخاصة التعليم العالي. عدم السماح للمسلمين بالمشاركة في الندوات والمحاضرات والمؤتمرات. وقد أخبرني صديق وصادق أيضا أخبره في هذه الأيام الحرب الأخيرة ذهب إلى هناك وحد رجل مؤمن كويتي ذهب إلى هناك وهو يحكي لي هذا الصديق يقول له لما دخل أيضا هذا عندما تدخل يشترطون عليك أنك إذا أردت أن تزور هذا الشعب المحاصر وهذه الولاية المحاصرة أن تستعيد الموت. تخلص قال له تخلص واحد ثمن ظاهر هذوك الناس اللي غيحرصوا من الكوميين يلا تزيد واحد خطوات او تدعو منك على اخر وزيد خطوات تدعو منك على اخر اموال كثيره جدا تنفق من اجل زيارتهم فقط. فاذا ابيت ان تدفع المال ابتلوك هنا. وهذا الرجل ضحى بنفسه وقد ذهب وادى ثمن ذلك وعاد سالما غانما باذن الله. ماذا قال له؟ قال له اغلب الناس اللي ساكنين في هذه المنطقه المخيمات ديال هذه الناس ديال اركانا 90% نساء كما كان في فرعون يستحي يقتل الرجال ويستحي النساء يستعبدهم 90% ديال النساء. هذه 90% ديال النساء 80% من هذه الناس من هذه النساء مغتصبات. هو استحضر هذا الشيء وهاد المسلمين فاش يغتصبوا راه تيغتصبوا الصغيرة والكبيرة والمتزوجة والغير متزوجة والمطلقة والأرملة كلش 80% مغتصبة 90% لديهن أطفال من سبا لأنهم ما عندهمش حتى كيديروا الإجهاض. ما هي وسائل الإجهاض اللي عندهم؟ إذا أنت تغتصب وتتحمل وتتبقى تتعاني الالم الالم ايضا النفسي اللي هو واحد المجرم الذي اغتصبها وتجمع بين الفطره وهي الامومه على ذلك الجنين ولكن بين تذكار الاغتصاب وتذكار الجاني المجرم الذي اغتصبها. اذا اي معاناه نفسيه هذه تعانيها هؤلاء النسوه. حكى لي ايضا على ان هذا الشخص هذا في الكويتي الذي ذهب الى هناك التقى بواحد الطفله تبناها واحد الانسان من بنغلاديش عندها 13 سنه اغتصبها المليون 15 مره. اتصوروا هذه الطفله مازال ما عرفش حتى ممارسه في حياتها في ممارسه جنسيه ما تعرفهاش. زوج سيقات 15 مرة وهي عندها 13 سنة. هذا غير مثال واحد من أمثلة كثيرة لا تعدوا ولا تحصى. إذا كما قلت في البداية جميع أنواع العذاب يمارس على المسلمين هنا. لماذا؟ أرعوا واحد السؤال قولوا واحد السؤال باش نعرفوا النعمة حنا اللي تنعموا بها وباش نعرفوا أيضا لكي ندركوا قيمة هذا الإسلام وقيمة السلم مع الإسلام. إذا مسلمين والحمد لله كل هذه
اسمعوا في ذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. اسمعوا إخوان الكرام، هاد الناس تدركوا القيمة ديال هاد الآية وتعرفوها وتفهموها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حسبهم أيضا قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، هؤلاء الأعلون بالمقاييس ديال الدنيا ربما كما قلت تشويع وعذاب ودمار واغتصاب، ولكن بالمقاييس ديال الله واش هم الأعلون بالله؟ نعم، قال تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حتى يوم القيامة الله تعالى لما يبعث هؤلاء ويجيبوا في صحائفهم بأيمانهم هؤلاء امرأة كتابية فيه التضحية، ومنهم من مات ومنهم من اغتصبت ومنهم من جوع وحصر وقتل وسجن وهدم وسجن وعذاب. يأتي هؤلاء القوم بصحائفهم إلى الله ويأتي هؤلاء القتلة ويريدون أن يتحدثون أو ماذا يقولون؟ لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم مطبقي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم. تقدر شير مش بالخوف والهلع أمام الواحد الأحد سبحانه وتعالى. نفعني الله وإياكم في مثل هؤلاء قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أملك إخواني الكرام أخواتي، أذن للذين يقاتلون، هذا هو الطبيعة ديال المسلمين. المسلم معمول يبدا بالقتال، معمول يبدا بالعنف، معمول يبدا بالقوة مع الناس. وربما الوقت لا يسعني كي نتكلم عن الحل، سنتركه إلى الأسبوع المقبل لنشرح قول الله تعالى: وأعد بخلاف أعد لهم صلاة من قوة. إذا قلت الله تعالى يتحدث عن المسلمين ويقول أذن للذين يقاتلون، الطبيعة هو أن الإرهاب، هو أن العنف، هو أن ضيق الأفق يأتي من العدو وليس من المسلم. ولكن اسمعوا إلى قوله تعالى: وإن الله على نصرهم لقادر. ولكن شنو قال الله منا؟ راه كما قلت في الآية في الخطبة الماضية راه حنا في الجولة. واش الله ما قالش صدقنا؟ واش ما قالش صلت الله تعالى جنودا هو لله جنود السماوات والأرض والأمر ما يعلم جنود ربك إلا هو؟ ولكن رحنا في امتحان، رحنا في ابتلاء، قلنا هما ابتلاء وحنا أيضا في ابتلاء. شنو هو المقابل؟ ماذا نقوم به من واجب تجاه إخواننا هنا؟ هل نهتم بقضيتهم؟ هل نعرف بها؟ هل ندعو الله تعالى في سجودنا وفي خلواتنا وقبل الفجر وبعد الفجر وفي الصلوات له بالفضل والتمكين؟ إذا رحنا في ابتلاء الله سيقول: وإن الله على نصرهم لقدير. من هم؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. واش كلمة الله سبحانه جريمة؟ واش كلمة الله سبحانه جريمة؟ الله سيقول: ولله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا لا من الاختصاص ولا من الملكية، الملك لله سبحانه وتعالى. إذا يطهر من يؤمن بالله عز وجل وهو في ملك الله لأنه يؤمن بالله. هذا الإرهاب الحقيقي، هذا الفساد الحقيقي، هذا الخير الحقيقي، هذا الظلم الحقيقي. ولكن احنا ما خصناش نديرو بحالهم، ما خصناش نشوفونا
أصحاب رسالة، أصحاب دعوة، أصحاب أخلاق، أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقول عليكم إخواني الكرام، نفعني الله وإياكم في سبيل ربي وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، فجارني وإياكم من عذاب المحيين وغفرني ولكم في سبيل اللهم صل وسلم على هذا الجمع المبارك وجعل سفره قليلا عليه سفره قليلا من اجل فقدنا الشريف. اللهم لا تدع فينا ولا ذلا ولا معنى ولا ميلا ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا نسالك يا الله ان تحضرنا يا رب وان تتقبل عذرنا في حق اخواننا في الغربه يا الله. اللهم يا رب انا نشهد انك الحق يا الله، واشهد علينا يا رب اننا نقصر في حقه يا الله. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق الله، واغفر لنا تقصيرنا في حق اخواننا في فلسطين وفي افريقيا الوسطى وفي كل مكان، وانت اعلم به منا يا ارحم الراحمين، انك يعلم لا ويعلم المصير. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب انصر اخواننا في الظلم يا الله، اللهم ثبت اقدامهم يا الله، اللهم اشفق على قلوبهم يا الله، اللهم اغفر لربيهم يا الله، اللهم اغفر لربيهم واذكر فيهم قولك تعالى: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اللهم عليك بأعدائهم يا الله، اللهم يا رب اشغلهم بانفسهم يا الله، اللهم اشغلهم بانفسهم يا الله، واشغلهم باوجاعهم يا الله، واشغلهم بمشاكلهم يا الله. اللهم اخرج المسلمين والمؤمنين من بين ايديهم سالمين، انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفق ملك محمد السادس سلامتك وترضاه. اللهم اري الحق حقا وارزقه اتباعه، واري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم احي بكل حق وانس بكل باطل، واحي بكل خير وانس بكل شر. اللهم هيئ له بطانه صالحه تدل على خير وتعين عليه، وكل له اللهم في ولده وولي عهده وبنته واسرته واحفظهم جميعا بمحبته الدين الحكيم وابناء المسلمين. مولانا اياك سالنا، وما عندك من خير طلبنا، وببابك وقفنا، ولاحسانك تعرفنا، فاقبلنا وجبتني علينا وتكرم درجاتنا. اللهم ان اخر ما يطلب منا ان ندعو لهذه الفتاه اليافعه، اللهم يا ربي اشفها شفاء عاجلا لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء عاجلا لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء عاجلا لا يغادر سقما. كما اخبر الاخوه ان فتاه في هذا الحي ماتت وهي نفساء، اللهم اجعلها من الشهداء يا رب، اللهم تقبلها من الشهداء يا الله، واجعلها في اعلى الدين مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وعزوة اولئك الرفيقه، وارزق اهلها الصبر والسواد. كما اننا سنصلي على جنازه رجل، اللهم ارحمه يا الله، اللهم وسعه